أوك في حياتي، نعيش بهذه الروح، لأن الصلاة روح. أنا لا أعتقد أن الإنسان يكون ميتا بالصلاة إلا إذا كانت الصلاة ميتة عنده، كما يفعل الناس صلوا خلى ريحهم. أنا عين بغي يصلوا باش روح نروح. تريد أن ترميها، أن تقصيها من حياتك، أن تزيحها من نومك ونهارك. الصلاة ملتصقة بك ليل نهار، بطعامك وشرابك، بذوقك وأحاسيسك. هذه المعاني التي غابت من حياتنا كأبناء للحركة الإسلامية، أو كممن يريد أن يعمل من أجل تثبيت المبادئ والقيم في حياة الأفراد والجماعات. الصلاة روح، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هذا. كل سنة يراجع نفسه، لماذا الصلاة وليست الزكاة وليس الصيام وليس الحج وليس الجهاد وليس 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 الذكر؟ الصلاة قالوا هذه هدية، خذها يا محمد، أنزل بهذه الهدية إلى أمتك.